بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في سنغافورة، في جزيرة سنتوسا، نصور غرفة من نوع كريستي سويت. هي عبارة عن غرفة وصالة تصوير شركة المحيط للسياحة في جنوب شرق آسيا. هذه بريستيج سويت عبارة عن غرفة وصالة. احنا الآن نصور الغرفة، فيها مكتب، سرير، طبعا الفندق 5 نجوم، مستوى راقي جدا، لكن طبعا موقعه لا يطل على البحر ويبعد 4 دقائق من اليونيفرسال ستوديو مكان الألعاب، لكن مستوى حلو جدا، مناسب جدا جدا للعوائل والشهر العسل. هنا حمام بانيوم، مستوى خدماته حقيقة ممتازة حسب ما رأينا. هنا شطافة للأسف الشديد، خلينا نشوف شاور. هنا صورنا الغرفة، هنصور الآن الصالة. هنا في البريستيج سويت، هذه الصالة، هنا صانع القهوة، الكبسولات، هنا صالة مساحة كويسة لا بأس. زايد هنا في مكتب، هذا المكتب. طبعا الصالة يوجد هنا باب آخر ممكن أن يرتبط مع غرفة أخرى، يعني ممكن تكون غرفتين وصالة، من هنا في هذا الباب ممكن أن يفتح مع غرفة أخرى فتكون غرفتين وصالة. هذا بريستيج سويت في فندق سنغافورة ريزورت سنتوسا، تصوير شركة المحيط للسياحة في جنوب شرق آسيا.